اخوتي واخواتاتي والميمات، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال. يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله على القناه. اليوم غنترك معكم جديد مسمن 2020 كيجي مورق ونازح، غادي يحمر لكم وجهكم مع الضياف ديالكم، فبقاو معايا باش تعرفوا على الطريقه والمكونات اللي غنحتاج باش نحضروا المسمن. غنحتاج 750 غرام ديال الدقيق الابيض، وعندي كاس ونصف دقيق فينو او القمح الصلب، وعندي معلقه كبيره ديال حليب غبره، ومعلقه كبيره خل، ومعلقه صغيره ملح او على حسب الذوق، وواحد فاني شاسي فاني من فئه 7 الغرامات ونص، وعندي ماء عادي. ودابا غنبدا على بركه الله. بسم الله غنضيف الدقيق الفينو، كاس ونصف عنبه كيف ما قلت، ومعلقه ديال الحليب غبره، ونضيف الملح، فالملح كيبقى على حسب الذوق، وغنضيف الشاطي ديال الفاني، ونضيف معلقه كبيره خل، فصدقوني كيجي المسمن رائع بزاف. هذا هو اللي غادي يحمر لكم وجهكم مع الضياف. صافي ونبدا العزل. عندي ماء عادي من الروبيني بارد. صافي ونبدا بسم الله على بركه الله. واكيد غنضيف واحد معلقه ديال العسل، كنضيفوا معلقه كبيره ديال العسل، معلقه كبيره انا كنت غنساها، صافي ونكمل نعجن العجين. ساليت العزل كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غناخذ واحد البلاستيكه غذائيه ميكا، صافي ونوضع فيها العجين، وشحال ما خليته يرتاح غيكون احسن، يعني على حسب الرغبه ديالكم. ولا ما كانش عندكم الوقت ربع ساعه او نص ساعه كافيه، ولا كان عندكم الوقت فاكثر. كنخلي العجين ديالي يرتاح ونرجع معاكم. بعد ما ريحت العجين غنبدا على بركه الله.
ودابا غنبدا ندهني يديا بالزيت النباتيه ونبدا نقسم العجين نشكلو كرات. على حسب الحجم اللي بغيتو كبير او صغير او متوسط على حسب الرغبة ديالكم. صافي ونبدا نوضع شيلاطة او اي حاجة بغيتو توضعو فيها الكرة ديال العجين. هنا عندي غنصايب الخلطه، هنا عندي الدقيق الفينو وغنضيف الخميره ديال الحلويات. صافي ونخلطهم مزيان. هذه هي الخلطه اللي كتجيب لينا المسمن ديالنا مورق، واكيد عندي هنايا الزبده واخده حراره المطبخ، وعندي زيت نباتيه باش غنبقى نسرح العجين وعاد ندهنو بالزبده مع هذه الخلطه. هذه كنرشوها على المسمن ديالنا وغنبداو على بركه الله. اكيد غندهن القصعه او مكان العمل اللي غتشتغلوا فوق منه، غتسرحوا فيه العجين ضروري دهنوه مزيان. ونبدا نسرح الكره ديال العجين. نحاولوا نسرحوا الكره ديالنا مزيان. فاكيد تخليو الكرات ديال العجين يرتاحوا لكم مزيان. عاد بداو تبص وندهن الزبدة. ونرشو الدقيق ديال الفينو. ونبدا نطوي المسمن.
كذلك الجهة الأخرى. صافي كنسرحوها. عندها شوية الزبدة صافي، وكنرد هاد الجهة ديال العجين فوق من الجهة الأخرى. ونبداو نبسطو. ونبدا كذلك نطوي العجين ديالي على شكل مربع كيف ما كتشوفوا العجين ديالي منبل، ونعاود كذلك. صافي صافي، نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي. وهانتوما معايا. نبسط فبالنسبه للمبتدئات فمن الاحسن ملي تبغيو طيبوا المسمن ما تبقاوش تبسطوا المسمنه حتى كتبغيو تحطوها في المقله باش ما كتعوجش ليكم. صافي كنبسطوها مزيان، فاكيد هذا المسمن الا جربتوه غيعجبكم، وغادي يحمر لكم وجهكم مع الضيف، فهو كيجي رائع بزاف. صافي كنرش واحد الرشيشه خفيفه في المقله ديال الزيت النباتيه، وكنوضع المسمنه ديالي وكنقادوها. واكيد كنحسب ليها شي ثواني قلال وكنقلبوها.
كنحاولوا نقلبوها. ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا فالمسمنه ديالي تنفخات. ها انتم كتجي منفوخه. ومرقه من الداخل. ونكمل كيف ما كتشوفوا معايا. نبسط المسمنه ديالي. صافي ونوضعها طيب. صافي المسمنه ديالي بعد ما كتحمر هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي مورقه. ودابا بعد ما ساليت من الطياب ديال المسمن كيف ما كتشوفوا معايا فكيف ما قلت لكم غير جربوه بهذه الطريقه فهو كيجي مورق كيجي رائع بزاف يحمر لكم وجوهكم مع الضياف. ها انتم كيجي ورقه ورقه. ها انتم بصراحه كيجي ولا اروع. صراحه كيجي زوين بزاف ولذيذ. ها انتم شوفوا شحال مورق تبارك الله والصلاه على النبي. ها انتم حبيباتي فكيف ما قلت لكم كيجي رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. فإلى عجبكم لا فيديو فبارطاجيوه مع احبابكم واصحابكم وضغطوا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. فهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا. في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء باذن الله.